السلام عليكم. جريمة قتل بشعة أثناء مباراة المغرب وجنوب إفريقيا. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية. شهدت مدينة العرائش ليلة أمس الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب قاصر إثر تلقيه طعنات غادرة. وحسب مصدر مطلع، فإن شجارا حادا اندلع بين شابين قاصرين مباشرة بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بناظره الجنوب إفريقي لتحول إلى جريمة قتل بشعة. وأوضح المصدر نفسه أن الضحية توفي مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى متأثرا بالطعنات التي تلقاها على مستوى القلب. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع لمعرفة ملابسة هذه الواقعة.